يلا نعمل بقى الزلابية. الزلابية المقرمشة اللذيذة، الوصفة الأصلية بتاعتها الحلوة اللي احنا بناكلها في المحلات دي. نعملها ازاي؟ بسيطة خالص اهو. بصوا معايا كوبايتين من الدقيق، دقيق اي حاجة مش مشكلة، هنحط عليه رشة ملح، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من النشا، تمام، ومعانا كمان نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، وكوباية ونص من المية الدافية، ونعجن الكلام الحلو ده لغاية لما نلاقي قوام الزلابية كده ما يبقاش، يعني هتشوفوه معايا اللي هو القوام السايل شوية، ما تبقاش طبعا عجينة متماسكة، تمام. هنحتاج طبعا شربات تقيل للزلابية، اللي هو كوباية سكر، كوبايتين من السكر عليهم كوباية من المية، ده الشربات التقيل، كوبايتين سكر، كوباية مية، يغلوا على النار لمدة 5-6 دقايق، نحط لهم عصرة ليمونة وكيس فانيليا، يغلوا كمان دقيقتين ونسيبه يهدى ويبرد، وندخله التلاجة كمان يا ريت قبل ما نحط. اهو هنفضل كده بالمقدار اللي قلتلكوا عليه ونضرب فيها كده اهو. ده بيبقى سمكها، بصوا السمك بتاعها اهو ده. وفي حاجة تانية عايزة اقولها لكم، لو حصل ان انت عملتيها كده وجيتي تحمريها في الزيت قلبت معاكي كائنات فضائية، خلاص بقى الدنيا باظت ابدا. طب نعمل ايه؟ ده معناه ان العجينه نسبه الميه اللي فيها كتيره، محتاجه بس معلقه دقيق ولا معلقتين دقيق بالكتير، فترجعي تاني للعجينه وتقومي حاطه معلقه دقيق او معلقتين وتقلبيها وترجعي تاني تجربي، اول ما تتكور معاكي خلاص يبقى كده المقدار مظبوط، لان في ناس كتيره جدا بتطلع معاها اشكال فضائيه وحاجات كده وتقول لك خلاص بقى انا يعني هعمل ايه في العجينه؟ لا، تقدري ترجعي لها تاني، ده معناه انها ناقصه دقيق، محتاجة معلقتين دقيق ولا حاجة عشان تلم وتكور معاكي بس.
طبعا بتخمر عشان هي فيها خميرة، هنسيبها تخمر تقريبا نص ساعة ولا حاجة. وانا اتبهدلت قوي، معلش انا في التلفزيون بس. خلاص بقى اعمل ايه يعني، اعمل ايه، تعالوا شوفوني في البيت، بيبقى الدنيا بهدلة. انا بقى معايا واحدة خمرانة اهي، هنحطها في كيس حلواني بقى، ونبتدي بقى ايه نشكلها في زيت غزير يكون درجة حرارته متوسطة مش عالية قوي، علشان ندي فرصة للزلابية انها تستوي وتكور كده وتاخد لون حلو. اهو دلوقتي كده وطبعا علشان ايه نعرف نكورها ونظبطها نحطها في الكيس الحلواني ده، هنحط هنا كده في البولة الصغيرة اللي معايا دي شوية زيت علشان اقدر ابل ايدي واخد من العجينة احطها في الكيس. حتى الكيس ده كيس حلواني كده، هتلاقوه بيتباع في المحلات الادوات المنزلية وفي السوبر ماركتس الكبيرة، هدهنه رخر هو كمان كده حبة زيت كده بشكل عشوائي علشان العجينة ما تلزقش فيها كده. وهبل ايدي برضو كده زيت واخد منها ونحط في الكيس الحلواني كده. بصوا عشان بليت ايدي زيت هتلاقوا ايه اهو كده العجينة على طول بتنزل معايا من غير ما تلزق في ايدي كده اهو. ومعايا المقص اهو كمان مقص ايه نبله كده في الزيت، والزيت ايه زيت درجة حرارته متوسطة. بصوا شكلها حلو ازاي ومكوره ولطيفه، وزي ما قلت لكم انت وانت بتجربيها لو لقيتيها كده ما كورتش معاكي ارجعي للعجينه تاني زودي لها معلقه او معلقتين بالكتير من الزيت، واول ما تقب كده على وش الزيت هنقدر كده نقلب فيها وما نعليش الزيت خالص، والطاسه التانية اللي بعدها على طول نهدي الزيت يعني نشيل ده، وقبل ما يتحط كده في العسل نهدي الزيت ونرجع نعمل الكمية التانية، يبقى الزيت فيها هادي خالص، فاهمين قصدي؟ ما تحاولوش تعلوه أبدا علشان الزلابية تستوي من جوه، هتفضل مقرمشة معاكي وخطيرة، خصوصا لما نحط لها العسل التقيل. وبالهنا والشفا الحلقة خلصت.